عام على انطلاق تظاهرات تشرين، ولا يزال بعض المتظاهرين في عداد المفقودين دون أن تفصح أي جهة عن مصير هؤلاء الشباب الذين لم يخرجوا إلا للمطالبة بتوفير عيش كريم في بلاد يعد من أغنى بقاع الأرض. منظمات إنسانية وأخرى للمجتمع المدني اتهمت جهات مسلحة تابعة لأحزاب سياسية بالوقوف وراء اختطاف الناشطين والمتظاهرين إلى جانب ترويعهم وترهيبهم في محاولة منهم لإسكات صوت التظاهرات. حالات خطف الناشطين اللي ظهرت أو ازدادت في الفترة الأخيرة كان من الواضح أن وراها جهات مسلحة وجهات يعني نقدر نسميها قسم منها سياسية أيضا لأغراض سياسية وأغراض ترويع وترهيب الناشطين في استمرارهم في التظاهرات، لا سيما أنه إحنا نلاحظها كل ما تقرب الذكرى السنوية لانتفاضة تشرين هناك عمليات زيادة، محاولة إخفاء الصوت ومحاولة إسكات صوت التظاهرات اللي باعتقادنا عملية يائسة بهذا الشكل أو ذاك. مراقبون في مجال حقوق الإنسان أشاروا إلى تصاعد في عمليات الخطف والاغتيالات للناشطين والتهديدات التي تصل للناشطين المتظاهرين والمؤيدين لحراك تشرين من قبل الكتل والأحزاب والتي تعودت على اقتسام المناصب. تصاعد في عمليات الخطف والاغتيالات للناشطين والتهديدات التي تصل للناشطين المتظاهرين و المؤيدين لحراك تشرين، ونسمع أيضا عن قوائم قد أعدت للاغتيالات لتصفية هؤلاء الناشطين. نتوقع أن يكون هناك تصاعد في مثل هذه الحالات مع اقتراب موعد الانتخابات. أكيد كثير من الكتل والأحزاب اللي تعودت على اقتسام المناصب والانتفاع من هذه المناصب والوزارات والدوائر تحس بتهديد أن هذا الحراك ممكن يهدد وجودها ويهدد فوزها أو صعودها مرة أخرى بالانتخابات. خبراء لاحظوا ازدياد محاولات إسكات صوت التظاهرات مع اقتراب الذكرى السنوية لتظاهرات تشرين، فهل سيحيي المتظاهرون ذكرى تظاهراتهم أم أن شبح الأحزاب سيخيم عليها؟